هننقل ان شاء الله النهارده مع بعض شتلات الخيار اللي احنا زرعناها مع بعض. زي ما احنا شايفين اهو، انا نقلت اكتر من شتله، هننقلها مع بعض برضو بمنتهى البساطه. اهو ادي الجذور بتاعتها، بنفكك كده التربه شويه بالراحه، اهو نوسع لها مكان ونحطها في التربه بمنتهى البساطة، ضغطة خفيفة عشان الفراغات، عشان الهواء والجذور. آخر مرحلة بنعملها إن احنا نسقي النبات.